في حاجة أصحابنا عايزيننا نشتغل عليها سكتشات، وعايزين يعرفوا إزاي بنرسم المناخير والبق والعينين. طيب هنتكلم عنها النهاردة، تمام؟ بس هو في حاجة، إحنا اتكلمنا قبل كده إن أنت إزاي بتبسط أي رسمة صعبة عندك، إزاي بتبسطها وبتفكها، يعني بتفكها من شكلها المعقد لأشكال هندسية مثلا سهلة، إن أنت تعرف ترسمها زي دواير، مش عارف خطوط مستقيمة، يعني حسب كل شكل. تعالى عملنا سكتشات كتير قوي على الموضوع ده، بس هنشتغل فيها برضو من حيث ان احنا يعني ايه يبقى اتكلمنا في كل حاجة برضو ببساطة، يعني ما تستناش ان انت يعني ده مش تشريح لانك ازاي بترسم المناخير مثلا، لا ده ازاي بتبسطها لنفسك. انت راجل الدنيا معاك مكلكعة خالص ومش ماشية معاك خالص، فازاي بتبسطها لنفسك علشان تهرب من موضوع التشريح. فيلا بينا، انا بس هعمل قهوة واجي لك اهو. الموضوع ببساطة ان انا بتخيل المناخير عبارة عن دايرة، وعلى الجنبين بتوعها كده ايه نص دايرة، وفي الخط اللي في النص ده اللي هو العظمة وفتحتين المناخير. مش شرط اللي في النص تبقى دايرة، ممكن مثلا تبقى بيضاوي وري فتحتين المناخير، وبكمل عادي على كده، تمام. انا بحاول بس ابسط لنفسي، مش دي مثلا ايه من الجنب، تخيلها مثلا علامة استفهام، او ممكن تعملها كده يعني اي حاجة، تمام. هتقول معاك يعني انت بترسم كاريكاتير، هتقول معاك عايز تدي تفاصيل اكتر، تعمل يعني الشكل اللي احنا بنقول عليه ده. ممكن مثلا ايه تكبر في نص المناخير مثلا، تمام، حسب برضو الغرض من اللي انت بتعمله او الشخصية بتاعتك، تمام. يعني حاول تبسطها لنفسك على قد ما تقدر. انا يعني انا مش عارف اقول لك ايه بالظبط، بس انا بحاول اتصرف فيها كده، او ممكن اعملها شكل بسيط خالص زي ده كده مثلا، تمام. مثال ممكن اعمله كده برضو، تمام. الحاجات دي مش هتقول لا معاك يعني، تمام. بس انت لو عايز تعرف التفاصيل ممكن تعرف التفاصيل برضو، يبقى هيفيدك. ممكن تعمل دايرة ونص دايرة من هنا ومن هنا، هتسهل لك كتير يعني. انت تعامل مع الاشكال المعقدة على انها مثلا دايرة نص دايرة، الحاجات دي ممكن تعمل قوسين في الجنب زي ما انا عملت دلوقتي، وبينهم الشكل ده. مثلا يعني الخطين دول بيدوا تفاصيل للوش، اعمل مثال تاني مثلا، الشكل اللي في النص مش دايرة، خليته بيضاوي، مناخير طويلة يعني. وخلي بالك في بين العينين عظمة كده، العظمة دي اللي هي ايه اللي الناس اللي بتلبس نظارة تلاقي عليها مخدات النظارة كده، تمام. يعني لو عرفت برضو يعني ايه تبرزها في شكل من الاشكال هيبقى حلو، تفصيلة حلوة يعني. اعمل مثلا على شكل بيضاوي بالعرض، تمام، شكل حرف سي مقلوب. دي اشكال المناخير بالجنب، تمام. يعني انت اتمرن كتير يعني، طول ما انت شغال طول ما هتكتشف طرق تسهل لك الموضوع يعني. مجرد ان انا بس هعمل شكل كده وفي النقطتين بتوع فتحتين المناخير وخلاص، تمام. يعني لما بتمشي بقى ايدك ايه بتاخد عليها. هنا هعمل نموذج كده مثلا لشخصية، بس هو باصص ناحية الشمال شوية، شمال أنا يعني أو يمينه هو، وطبعا الدايرة هتبقى متطرفة شوية، هتبقى ناحية اللي هو باصص عليها، لأنها مش بصلنا زي ما أنا عملت في النماذج اللي قبل كده. ده باصص بالجنب أوي، تخيل علامة استفهام مقلوبة ومتوصلة بشكل كده زي حرف ال مقلوب. هنا مثلا ممكن اصغرها شوية ومن غير تفاصيل، اعمل مناخير صغيرة لو انا برسم مثلا ايه يعني ست مثلا، تمام. دي عملت انا في الاول حتة العظمة اللي في النص دي، بتدي تفصيلة حلوة قوي للمناخير، وطولت في البوز بتاع ما اعرفش اسمه ايه يعني. دي مناخير بصلنا، دي مناخير بالجنب، تمام. اتقل بس الخط كده بحيث ان هو ده يعني ايه فتحة المناخير،
تمام، عايز اعمل واحد مثلا مناخيره تخينه قلبظه كده، عندي واحد مناخيره مرفوع لفوق تمام، فبعمل اللي هي البوز بتاع المناخير اللي فوق شويه دي دايرتين، وعملت الفتحه في النص. يعني فيها حلول كتير. يعني انت كمان بترسم كاريكاتير، فالموضوع بالنسبة لنا بسيط يعني، الحمد لله. يعني مش معقد زي الناس اللي هي مهتمة بالتشريح. تمام، هنا عملت مناخير ايه نازلة لتحت قوي، اللي هو البوز بتاع نازل لتحت، فالفتحتين مش هيبانوا تمام، عكس المناخير اللي مرفوعة يعني. هنا هعمل مثلا التجربة على شخصية، مثلا برسم شخصية فعمل مناخيره طويلة تمام، حددت اللي في النص ده الحتة البوز بتاع المناخير اللي بيبقى طالع لقدام تمام. هعمل هنا مثلا ده مناخيره لفوق قوي صغيرة كده وملمومة لفوق. طبعا لما بترسم الأشكال الكاريكاتير الحاجات دي كلها مقبولة يعني. هنا تلاقيني عملت ايه الفتحتين بتوع المناخير، لا غلط، لان انا عامل المناخير نازله لتحت. لو انا عاملها الدايره اللي في النص دي لفوق شويه، يبقى الفتحتين بتوع المناخير باينين تمام كده زي ما انا عامل كده، لكن دي لا، دي ما يبانش فيها الفتحتين بتوع المناخير. اعمل مثلا واحد عنده برد مثلا، فاقلبص شويه في مناخيره بحيث انها تديني الم المناخير، احسه كده، احس ان مناخيره مزكمه كده، فاهم؟ حاطط الترمومتر في بقه وعيان يعني. هنا بقى الشفايف، البق عباره عن شفه فوق وشفه تحت، الشفه عباره عن قوس، بس انا بديله بقى شويه تفاصيل كده، ايه اللي هي التجويفه اللي في النص دي، يعني تديله تفصيلة حلوة برضو. يعني لو انت عملت قوس فوق وقوس تحت عادي يعني شغال، مش هنقول لا. والحتتين اللي هما ايه الخطين اللي طالعين من نص الشفة ده، اللي هما موصلين المناخير، بيدوا برضو تفاصيل حلوة للوش. هعمل مثلا مثال واحد بيزعق مثلا فاتح بقه تمام، انا ممكن اعمله من غير شفايف عادي يعني، ما بقول لك كاريكاتير الكلام ده مقبول، لكن انا لما اجي اعمل الشفايف بعمل شفه فوق وفي شفه تحت. يعني انا هعمل بق اهو مفتوح، بعمل شفه فوق وشفه تحت. في ناس بتعمل الشفايف داير ما يدور، هو في كاريكاتير مقبول وكل حاجه، بس يعني انت لو عايز تعرف الصح يعني بيبقى شفه فوق وشفه تحت بس. لكن اللي هو لحتى لو جيت تبص على ملامحك، انت لما تيجي ترسم حاجات من دي بص على ملامحك، او بص على التفاصيل اللي في وشك تمام، مفيش شفايف في الجنب. المناخير زي ما احنا كنا اتكلمنا، وهعمل هنا ايه الشفايف، الخطين اللي لازم من المناخير دول بيفيدونا قوي لما اجي اعمل مثلا شنب، بتقل مثلا الشعر من الجناب وفي النص بخففه، بتدي تفصيله برضه حلوه قوي في الوش. دي مثلا شفه بتبتسم، تمام. لو عايز تعمل الكلام ده كاريكاتير وتبسطه لنفسك حلو، وعايز تدوس في التفاصيل، بص برضه على في دروس حلوه قوي معموله للتشريح بقى، مثلا للمناخير ازاي، للشفايف ازاي، ترسم الشفه اللي فوق واللي تحت تمام. هنا بقى ممكن اعملها من غير شفايف خالص يعني، الخطوط البسيطة. انا بحب الخطوط البسيطة بصراحة، بس هي برضو مفيش مانع ان انت تبقى عارف التفاصيل، لان لو انت بترسم ست مثلا تبقى محتاج ان انت تعمل الشفايف. لو انت هتلون مثلا وتعمل شفايف باللون الاحمر مثلا كروج مثلا او كده، فلازم تدي شفايف. فحلو ان انت تبقى عارف عن كل حاجة حاجة يعني. هنا عايز اعمل مثلا شفة يعني بق، عارف انت عضد على اسنانه كده تمام، فالشفايف مفتوحة من الجنب بس، ممكن اعملها بشكل بسيط برضو فوق من غير شفايف خالص زي كده، بس ممكن خط من غير شفايف خالص، هعمل الشفايف من الجنب. واحد بيضحك، بس خلي بالك برضه انت بتعمل الواحد بيضحك بالجنب، بتعمل له برضه عمق للبق، ما تسيبوش كده، ما تسيبوش مفتوح.
لان في عمق برضه بيبقى باين كده من الجنب. هعمل نماذج على شخصية، طبعا انت عارف تقسيمة العينين والمناخير وكده. شايف لما حطيت الخطين اللي نازلين من جنب المناخير والخطين اللي هم في نص المناخير ادى تفصيلة حلوة للوش. ده هعمله مثلا بالجنب واخلي مثلا مناخيره نازلة لتحت. لما اعمل مناخيره نازلة لتحت فبقوم مطول قوي في البوز بتاع المناخير ده، بنزله لتحت. تمام، عايز اديله مثلا ملامح حادة. حلو ان انت تبقى عارف التشريح للتفاصيل الوش، علشان لما بتيجي تبسط التفاصيل بتحطها صح فبتفرق جدا. مثلا طبعا الكلام ده كله زي اي كلام قلناه قبل كده محتاج تمرين كتير ومحتاج شغل كتير، ان انت تتفرج كتير. وطبعا بعد ما بتعرف المعلومة يعني بتغذي ده بقى بانك تتفرج كتير. إيه، تعالى بقى نتنقل للودان. الودان طبعا ايه التفصيلة بتاعتها بصراحة صعبة جدا، ويعني انا ممكن اعملها بشكل بسيط زي ما انا بعملها كده. بتخيلها مثلا علامة استفهام، تمام، والعمق بتاعها بعمله بس الشكل ده اللي هو انا مش عارف اقوله يعني، بس انت شايف يعني اللي هي العلامات البارزة قوي في شكل الودن هي اللي بتتك عليها بس. لكن اللي هي بقى التضاريس اللي جوه الودن لا ما اعرفش بصراحة، بس هي طالما دي مقضية معايا غرض فده حلو يعني. تمام، وابتدي اعمل عليها سكتشات كتير واحاول ان انا ايه اقرب للشكل اكتر. عاوز تعرف الودن بتترسم ازاي بالظبط برضو مش عيب، ما فيش مشكلة. تمام، انا بس بقى ايه يعني بقول لك لو الدنيا واقفه معاك خالص ازاي بتبسط الدنيا يعني ما تقفش يعني بس. وابتدي اعمل بقى نماذج من شخصيات، مثلا اقعد اخترع كده شخصيات واحاول ان انا اشتغل على الملامح اللي انا اتكلمت عنها او الملامح اللي انا اتعلمتها او اللي انا يعني مستهدف ان انا اتعلمها من خلال السكتشات. زي ما احنا قلنا قبل كده سكتش كتير وما تبطلش. تمام، اللي بيضحك ده من الجنب طبعا ايه الشفة بتبقى بارزة لبره شوية. والودن طالما انت عارف خلاص هي الاساسيات بتاعت الودن اللي هي يعني انت لو حطيت ايدك هتلاقي مثلا ايه في حلمة ودنك، في مش عارف اللي هي القرموشة دي اللي هي بس، فانت دوس بقى. اما بالنسبة للعين فاحنا كنا عملنا قبل كده فيديو كان برضو الكلام فيه بسيط خالص، وازاي تبسط رسم العين هسيبه لك في الديسكريبشن تحت، ضروري تبص عليه يعني بدل من اللي نقوله نعيده يعني.